سمال، سمال يدخل، سمال يوزع، اختير اليونس، اختير اليونس، يونس محمود يسدد وجول، جول للعراق، جول 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 للعراق، جول لأسود بغداد، جول لأسود الرافدين، جول بألوان دجلة والفرات، جول بصفاء دجلة والفرات، جول بنقاوة دجلة والفرات. الله يا سفاح، بالفعل إنه السفاح، إنه كبير السفاحين. كرة تضرب في وليد عباس وتدخل المرمى الإماراتي، ومعه تتغير المعادلات في الحسابات. العراق داخل اللعبة وبقوة. النقطة الثالثة للعراق مقابل نقطة للإمارات وكوريا، وبالتالي العراق يقلب الطاولة ويصبح في المكان المناسب للصعود. كرة عرضية من يونس، كرة عكسية من عباس، وعباس وليد يغالط مرماه ويعطي الانتصار لأسود الرافدين. إذن الإمارات تدفع ضريبة فرص سهلة في الماتش. المنتخب الإماراتي يدفع ضريبة قلة التركيز ما بعد الوقت البديل، والعراق يجني ثمار ويقطف ثمار الإصرار إلى آخر الوقت.